القمر والعتم غطى الكاين ونام البشر يا بشر. كنت وحدي كنت وحدي راجع بهاد الطريق تعبان من هم الدنيا وكتر السهر يا ليل. 10-11 لقيت الساعة بالليل وأنا وحدي فجأة دق الباب بعدني عم حط راسي عالمخدي صرت قول الحالي مينو بهالليل اللي قصدني مين؟ رجع دق الباب قلت لازم اعرف مين يلا حقني يا بوص تحت الباب بسرعة وضربته ضرب جيده خليته يوقع عالارض برده يلقان بايده بطو بالحبلي ضحميته قدي بطو بالحبلي ضحميته قدي لميت الجيران لميت الجيران عصاريخو فهمناها عيدا 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 ليلي يا 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 بو فتحت الباب بسرعة هو ضربته ضربة جيدة خليته يوقع على الأرض فردو يلكان بعيده وربطه بالحبلي أيوة وطعميته قتلي أيوة وربطه بالحبلي أيوة وطعميته قتلي أيوة لميت الجيران ولميت الجيران عصاريخو ورجعت قلت لحالي كأنه ما صار معي ولا حكاية وفتحت الشباك خلصت ليلتها هاك الرواية